وينضم إلينا مدير مجال المخصصات في مؤسسة التأمين الوطني السيد سمير عبود. أهلا بك سيد سمير. سيد سمير، البيروقراطية في هذه المؤسسات صعبة نوعا ما، حتى من ناحية التسجيل هناك ناس لأول مرة تسجل في التأمين الوطني. ما هي أسهل وأسرع طريقة للتسجيل للحصول على مستحقات ومخصصات التأمين الوطني؟ زي ما أنتم بتعرفوا أنه جميع المؤسسات الحكومية مسكرة أبوابها، بينما بنعمل داخل هاي المؤسسات أهون طريقة أنه المواطن يأخذ المستحقات اللي بيستحقها من مؤسسة التأمين الوطني عن طريق الموقع الإلكتروني. فإذا كان هو بده يقدم طلب بطالة بدل بطالة، لأنه كثير بالمجتمع العربي نتيجة الأزمة الصحية أخذوا فرصة بدون أجر، فبطلع لهم اللي اشتغلوا 6 أشهر خلال 18 شهر أو اشتغلوا 12 شهر خلال 18 شهر يقدموا يا بدل البطالة. أهون طريقة أنه يفوت على موقع التأمين الوطني يعبي طلب، ويهتم أنه المشغل تبعه يبعث توفي اسمية عنه، ويهتم كمان جدا مهم أنه عن طريق الموقع تبع مكتب العمل يسجل تسجيل أولي بمكتب العمل، لأنه كمان مكتب العمل مسكر. فهي أهون طريقة مش بس يا مخصصات البطالة، برضو يا مخصصات الشيخوخة، يا مخصصات ضمان الدخل، يا جميع المستحقات اللي ممكن الواحد يفكر فيها، إذا كان عجز عام، إذا كان عجز عن إصابة العمل، إذا كان إصابة عمل نفسها، أي موضوع اللي المواطن شايف حاله أنه بيستحقه بتوجه عن طريق موقع التأمين الوطني، بعب الطلب بشكل عن طريق الحاسوب، والطلب بوصل للفرع اللي بعالج هاي القضية حسب هو وين هو ساكن، وبيقوموا بمعالجة الطلب على أسرع وقت ممكن. هل المعلومات متوفرة باللغة العربية؟ نعم، موقعنا موجود باللغة العبرية وباللغة العربية وباللغة الروسية وباللغة الأمهرية. طيب، وفي حالة رفض المشغل إعطاء ورقة أو أي مستند، هل يمكن فقط للعامل أن يسجل في التأمين الوطني أم هناك حلول أخرى؟ في حلول، يعني حديث لسه مش مواجهتنا مشكلة أنه المشغل برفض يعطي، لأنه المشغل الوضع الصحي أجبره أنه يسكر أبواب المصلحة تبعته. حديث اليوم مش مواجهتنا مشاكل أنه المشغل مش قابل يعطي العمال تبعونه أوراق أنه هو فصله أو أعطاه فرصة بدون أجر. إذا كان بتواجهه مشكلة من الشكل بيقدر يتواجه للسدروت، والسدروت بتدخله. طيب، وصل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل حوالي 1 مليون شخص، عندك إحصاء كم عربي عاطل عن العمل اليوم ويسجل في التأمين الوطني؟ مظبوط، الإحصائيات الموجودة عندي عن طريق مكتب العمل، أنا بعرف أنه نسبة البطالة في الناصرة البلد الكبير بالوسط العربي 47%، بينما وهي بالمكان الثالث من ناحية البطالة، بينما برهط وبأم الفحم موجودين بالمكان السادس والسابع مع نسبة بطالة 33%. لأنه زي ما احنا بنعرف انه جميع المجتمع العربي بيشتغلوا اما بالسياحة او اما بالتقديم الخدمات بالأوتيلات او عند المصالح الصغيرة مطاعم، فكلها مسكرة وكلها موقفة، فجدا تأثرت هاي نسبة البطالة من نوعية الشغل ومن ونتيجة الأزمة الصحية. طيب، يقترب عيد الفصح للطوائف المسيحية ورمضان ايضا بعد اسابيع، هل سيتم تبكير دفع المستحقات كما حصل لدى المجتمع اليهودي؟ نعم، لأنه إحنا دائما تأمين وطني بجميع الأديان عند الطوائف اليهودية والمسيحية والإسلامية والدرزية، المؤسسة بتقوم بتقديم المخصصات بشكل أسرع. فمثلا عشان عيد الفصح، وعيد الفصح عند الإخوان اليهود، وعيد الفصح عند الإخوان المسيحية، وعيد النبي شعيب عند الإخوان الدروز، المخصصات بدل ما تكون ب 24/4 بيقدموها 8/4. مثلا ضمان الدخل بدل ما ياخذوه ب 12/4 بياخذوه ب 6/4. بدل البطاله بدل ما ياخذوها ب 17/4 راح تفوت لهم ب 12/4. اما المخصصات مثل الشيخوخه واصابات العمل والنفقه والعجز العام والتنقل والتمريض والتاهيل المهني، بدل ما يفوت ب 28/4 راح يفوتوا ب 22/4. طيب، سؤال اختتامي مهم، في ناس صعب عليها تفوت تعبي أي وثيقة بالإنترنت، هل في طرق أخرى لتسهيل أو لمساعدة هاي الناس خاصة الكبار في السن؟ طبعاً، بيقدر يتوجه أي مواطن عنده أي صعوبة في استعمال الحاسوب إلى مركز الخدمات الهاتفية لمؤسسة التأمين الوطني على نجمة 60/50، وحسب اللغة اللي هو بيحكيها برد عليه موظف من طرف مؤسسة التأمين الوطني، وبساعده على تعبئة جميع النماذج اللي هو بده إياها. طيب سيد سمير، معلومات مهمة جدا، شكرا لك، مدير مجال المخصصات في مؤسسة التأمين الوطني.